الحديث في هذا اليوم أيها الأحبة بعنوان الشخصية الروحية للإمام الحسين صلوات الله عليه، ونقرأ هذه الشخصية من خلال بعدين، يعني حسب مفهومنا للمعصوم، لأنه مهما حاولنا لن نستطيع أن نفهم المعصوم حقيقة المعرفة، لكن بحدود ما نستوعب من المعصوم. فالحديث عن الشخصية الروحية للإمام الحسين من خلال بعدين، البعد الحركي والبعد العرفاني. البعد الحركي ممكن عنونه بحب الإمام الحسين سلام الله عليه للشهادة. بعض الناس قد يظن بأن الشهيد عندما يختار درب الشهادة فإن ذلك عبارة عن حالة انفعالية أو ردة فعل للأوضاع القاسية، للظروف المريرة التي يمر بها، يعني مثل المنتحر الانتحار. المنتحر يسحق نفسه، يقضي على حياته، يريد يهرب من الدنيا. هو بمفهومه أنه وصل إلى طريق مسدود قضى على حياته. الحقيقة أن الشهادة مو هكذا، لا. الشهيد اختار درب الشهادة لأنه اقتلع حب الذات وحب الدنيا من النفس. المنتحر صحيح يسحق نفسه، ينهي حياته، لكن لذاته، ما عنده أهداف أخرى هو، وهذا منتهى الأنانية. أما الشهيد صحيح يقضي على حياته، يسحق حياته، يسحق ذاته، ولكن متجاوزا الأنانية ومنطلقا نحو الأهداف السامية النبيلة. وأقول لك هي اقتلاع حب الدنيا من النفس، حب الذات. أقوى غريزة موجودة عند الإنسان شنو؟ حب الذات، حبك إلى الدنيا. يعني لو واحد يسألونه يقولون إلى، الله يعطيكم طولة العمر إن شاء الله، يقولون إلى أنت عمرك 60، من أعطيك 10 سنوات تقبلها زيادة؟ قال أعطوني 30 مو 10. يحب الدنيا، أمواله يريد تتضاعف، عشيرته، أولاده. هذا الإنسان هكذا، أقوى غريزة موجودة عنده حب الذات، حب الدنيا. فتصور أن الشهيد يقف أمام أقوى غريزة موجودة عند الإنسان ويهزم هذه الغريزة، يتجاوز هذه الغريزة. من هنا تتجلى لنا عظمة الشهادة. علماءنا لما يجون إلى الشهادة يقولوا الشهادة لها سمات ثلاث، ثلاث سمات إلى الشهادة تبين لك عظمة الشهيد. السمة الأولى الإحساس المقدس، الإحساس المقدس. علماء العرفان لما يجون إلى الإحساس يقسمون إلى قسمين، إحساس غريزي وإحساس مقدس. الإحساس الغريزي المرتبط باللذة الجسدية، باللذة الشهوية، هذا إحساس غريزي. يعني الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الأكل هذا غريزي، الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الجنس هذا إحساس غريزي، الإحساس الذي يقود الإنسان إلى لذة الثروة هذا إحساس غريزي. وتحبون المال حبا جما، يفصلها لنا القرآن الكريم هالإحساس الغريزي. يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا إحساس غريزي. أكو إحساس من نمط آخر، إحساس مقدس لا إلى علاقة بلذة الجسد ولا باللذة الشهوية، إحساس مقدس يتجاوز كل هذه الأمور. والإنسان الذي يشعر بالإحساس الغريزي ويفتهم معنى هذا الإحساس يعرف الفرقية بين الإحساسين. الإحساس الغريزي له ثلاث منطلقات. المنطلق الأول الإحساس نحو البحث عن الحقيقة. إحنا حديثنا للي وصل متأخر حتى يرتبط ويانا عن الشخصية الروحية للإمام الحسين من خلال بعدين. البعد الأول هو البعد الحركي، حب الإمام للشهادة، وأول سمات الشهادة هي الإحساس المقدس. فالإحساس الغريزي عرفنا. الإحساس المقدس له ثلاث منطلقات.
المنطلق الأول الإحساس نحو البحث عن الحقيقة. الإنسان اللي يطلب العلم، الذي يتعلم، الذي يقرأ كتاب، يتعلم نظرية جديدة، هذا إنسان يغمره إحساس، بس مو متعلق لا بلذة الجسد ولا غيرها، إحساس مقدس. شوف بعض العلماء يجري تجارب يمكن سنوات طويلة ما يوصل إلى نتيجة، الشوفة إذا ما وصل إلى نتيجة رجل بائس، حتى الشعر ما يروح الحلاق بعد، شوفه مسكين حالة حالة، ثيابه رثة، أول ما تنجح التجربة يطير من الفرح، يغمره إحساس، هذا إحساس مقدس. اللي يطلب العلم، الذي يتعلم، الذي يحب العلم يشعر بهذا الإحساس. المنطلق الثاني إلى الإحساس المقدس، الإحساس نحو الخير. الإنسان الفاعل في مجتمعه، صاحب الأيادي البيضاء على المجتمع، الإنسان الذي يقدم خدمات إلى المجتمع، خدمات اجتماعية، خدمات خيرية، يعمل في المؤسسات الدينية، هذا يعمل بدون مقابل، صح لو لا؟ ما يحصل شيء، ولكنه يعمل انطلاقا من إحساس داخلي مقدس. ترى هذا احنا نحتاجه، كثير من المؤسسات أكو عزوف عن العمل الخيري، أكو عزوف عن العمل الاجتماعي، لأننا أهملنا هذا الجانب، هالإحساس المقدس، ركزنا على الجوانب المادية وتركنا الجوانب المقدسة، هالأحاسيس المهمة اللي يحتاجها الشباب أن يتعلمها، أن يشعر بها وينطلق من خلالها إلى خدمة المجتمع. الحمد لله احنا مجتمعاتنا، ترى كثير من الناس يركز لك على الجوانب السلبية، لا يا مولاي، مجتمعاتنا الحمد لله اليوم ترى مجتمعات راقية، مجتمع راقي، عندنا نماذج كثيرة، شايف هالحملات اللي تصير بين فترة وأخرى لهالمحتاجين إلى زراعة مد، كثير، يوم يومين ثلاثة ودوا إلى هذه بركة من بركات الله، وهذا مجتمع يدل على أنه مجتمع فاعل، مجتمع راقي، مجتمع يحب الخير، مجتمع مليء بالإحساس المقدس، هذا الشعور مقدس للغاية. فالإنسان الذي يصنع الخير، ينتج الخير، يعمل على الخير، يشعر بهالإحساس المقدس. بس أروع وأسمى الأحاسيس المقدسة هو المنطلق الثالث، الإحساس نحو الجمال. بعض الناس يبحث عن جمال مؤقت، جمال آني، جمال زائل، يعني واحد يبحث عن جمال امرأة مثلا، يبحث عن سيارة جميلة، عن منزل جميل، وهذا مو حرام، لا 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 مو حرام، من حق الإنسان، ولكن لا يكون هذا الهدف الأسمى، هذا هدف الوحيد بالحياة. ليش؟ لأن هذا الجمال زائل، هذا الجمال مؤقت، هذا الجمال سينتهي في يوم من الأيام. أكو ناس يبحثون عن جمال آخر، جمال دائم، جمال لا يزول، أصل الجمال، مصدر الجمال، منبع الجمال، الجمال الحقيقي الذي لا ينضب، الذي لا ينتهي، هو جمال الله تبارك وتعالى، هذا الهدف الأسمى. الشهيد عندما يقع على الأرض شهيدا في سبيل الله، ترى هو عند إحساس مقدس نحو جمال الله، يرتبط بجمال الله تعالى. الإمام الحسين سلام الله عليه عندما وقع على الأرض، أدباء الطف يبوبون كلمات الإمام الحسين، يبينون إلنا الإمام شيريد يقول، يقول تركت الخلق طرا في هواك، هذه الكلمة إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، الأدباء يبوبوها، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، أنا الغرض الأساسي أن ألتحق بجمال الله تبارك وتعالى، هذا الإحساس المقدس، السمة الأولى للشهادة. السمة الثانية التخطيط للخلود. بعض الناس يرضى بحياته القصيرة، يعيش 70-60-80 سنة، إذا مات نقطة على السطر وانتهى الموضوع،
يمكن يذكرون عائلته سنة عشر عشرين، بعد ذلك يندثر ذكره، ينسى خلاص ينسى. لكن أكو صنف آخر من البشر يخططون للخلود مدى الدهر، يخطط للخلود، صحيح هو بيموت لكن يخطط لأن يبقى الإنسان الذي يستخدم أمواله لأعمال الخير للصدقة الجارية، هذا ترى إنسان يخطط للخلود، هو مات صحيح لكن الثواب موجود، الرصيد يتزايد يوم بعد يوم. الإنسان الذي يبني مسجد، مأتم، مركز اجتماعي لخدمة المجتمع، هذا إنسان يخطط للخلود. ويقول النبي صلى الله عليه وآله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا رصيد ما يتوقف. العالم الذي يقدم عصارة عقله إلى المجتمع هذا يخطط للخلود. أمير المؤمنين عليه السلام يقول العلماء باقون ما بقي الدار، أعيانهم مفقودة، ما نشوفهم، ماتوا راحوا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، يخططون للخلود. كذلك الشهيد إذا سقط على الأرض أول قطرة من دمه في سبيل الله هي أول سلم للخلود، هو مضى لله. وإذا وضع الله يده على هالإنسان بعد ما حد يقدر ينال منه، مؤشرنا بالأمس الإمام الحسين معاول سيوف مدافع حاولت أن تنال من الإمام الحسين، الله واضع يده عليه. الشهيد يخطط للخلود. ولذلك عندنا في الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام عندما رمى بدم الرضيع إلى السماء، الإمام الصادق عليه السلام الرواية عنه لم تسقط قطرة من الدم الذي رماه الحسين إلى السماء، ما سقطت قطرة على الأرض، كذلك دمه الشريف عندما رمى به إلى السماء لم تسقط منه قطرة واحدة. يقول الإمام أن ملائكة، ملائكة الرحمة، أوكلت إليهم مهمة جمع دماء الإمام الحسين عليه السلام وزينوا بها الجنان والسماوات والأرض بزينة الشهادة والإرادة والتضحية كرامة للحسين عليه السلام، زينت بها السماوات والأرض. أرجعكم شوية إلى الأمس لما تكلمنا عن النور، تكلمنا عن الهداية، أبي بن كعب يقول لما دخل الحسين سلام الله عليه وهو طفل صغير فتح النبي باع مرحبا بزين السماوات والأرض، يقول لي مو أنت زين السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا للحسين في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هذا هو الحسين. أبو العلاء المعري عند أبيات بهالمعنى يقول ترى هذه اللي تشوفونه في السماء زينت بدم الحسين، عند معنى رائع جدا. يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. هذا دم الحسين يقول أبو العلاء المعري، ولا عجب ولا عجب من ذلك. فالسمة الثانية التخطيط للخلود، وأظن واضحة. وأي خلود كخلود الحسين؟ أي خلود كخلود؟ يتجدد ذكره يوم بعد يوم، أعظم يوم بعد يوم يصير أعظم ذكره. الزيارات تذكرون الأول ما كانوا مشاية هالقد إلى الإمام، لما بدأت المعاول تشتغل وتنال من الزائرين ظنوا بأنهم لن يزوروا الحسين، ما راحوا يمشون إليه، لا لا، بدأ الواحد بدل ما يروح بروحه يأخذ عائلته كلها ويمشي بيها، وبدل ما كانوا مشاية فقط عند الحسين اليوم عندنا مشاية إلى الكاظمية، مشاية إلى كل مكان. هذا هو التخطيط للخلود، وأي خلود أعظم من ذلك. السمة الثالثة عظمة النفس عند الحسين عليه السلام، عظمة النفس. أكو نفوس صغيرة بسيطة
ما تتعب الأبدان، الأبدان مرتاحة منها. إذا أرادت الأكل شنح شحنتها أكل، أرادت اللذة الجنسية وفرت لها اللذة، الشهوات المل كل شيء توفر إلى هالجسد، مرتاح الجسد منها مستانس. أكو نفوس عظيمة أتعبت أجسادها، بل أنت تستغرب شلون هذا الجسد تحملها أساسا، مثل نفس أمير المؤمنين عليه السلام شلون استوعبها هالجسد؟ لم يرح ذلك الجسد أبدا، متعب هالجسد يزج به في لهوات الحروب، ما يهم في سبيل الله. وتقول الزهرة عليها السلام في خطبتها: أو كلما فغرت فاغرة للمنافقين أو نجم قرن للشيطان ألقى أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، يعني يدوس برجولة على رؤوس الكفار، ما يهم دايس على رؤوس المنافقين على رؤوس الكفار، كل في سبيل الله، ما جام اليوم واحد أمير المؤمنين، لذلك ما يحبونه. تذكرون الحسين عليه السلام يسألهم: ليش تقاتلوني؟ واحدة من الأجوبة: نقاتلك بغضا لأبيك. تظن اللي دايس على راسي ورؤوس أجدادي وآبائي أول ما أتولى أرحمه؟ وذاك يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، ردينا الدين دينين لعلي ابن أبي طالب، قتلنا ولده وقتلنا عائلته، هذا الدين الأول، والدين الثاني شلنا هالعلوية المخفرة المحجبة اللي ما يرضى عليها علي وخليناها شماتة وعرضة للأنظار من بلد إلى بلد. النفس العظيمة عند أمير المؤمنين. لذلك الإمام السجاد وهو زين العابدين سيد الساجدين يقول إلى ولد الباقر عليه السلام: علي بصحيفة جدي أمير المؤمنين عبادته، فإذا فتحها يبكي، يقول: من يقدر على عبادتك يا علي؟ من يقدر؟ كذلك كانت نفس الحسين عليه السلام. تمو تقرأ بالروايات: الطعنة على الطعنة، الضربة على الضربة، النبلة على النبلة. أنت يا مولاي بس تصورها وياي، وأنت من أهل الإيمان انظر بنور قلبك وتصور الحسين عندما وقع ما عند ناصر ولا معين. تدري صار دارت عليه حلقات حلقات، يعني كل كتيبة تفتر على الحسين حلقة، هذا يضربه بالسيف وهذا يطعنه بالرمح وهذا يغرس الرمح في خاصرته حتى قطعوه بالسيوف. هذه الرواية جراحات لا تحصى، مع ذلك الإمام الحسين خضع هالنفس العظيمة. يقول: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى. وشعراءنا الله يرحمهم إن شاء الله ويحفظ الباقين، ترى الشعراء يعملون من خلف الستار، والله إلهم ثواب عظيم، احنا ما نعرف كل الشعراء، المواكب تمشي بقريحتهم المآتم، شعراء يعملون لوجه الله تبارك وتعالى جزاهم الله خير الجزاء. شعراءنا أبو يوسف رحمة الله عليه، بعض شعراءنا يقول: احنا ما نتعجب اذا قلنا انه خاطب الله مباشرة. شايف ابيات ابو يوسف يقول: جاه الندم نالله انا ربك وناجيك، يوم القيامة بالحشر ملزومة جازيك، ملزومة جازيك، يقول عنها الشهادة بالحشر ملزومة جازيك، يوم القيامة بتلتقط هبهب أعاديك، واللي يواليكم أنتو يفوز بحور وجنان. وهو يخاطب يقول: هذا دمي ثلتر وصادية الضبا منه، وهذا للحسام وتيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني. شنه رضاك أبو علي؟ ورضاي غفران الذنوب لشيعة أوعدتها الحسنى وأنت ضميني. هنيئا إلكم بالحسين، والله ما يخيبكم أبو علي، ما يخيبكم أبو علي. فالسمة الثانية هي
السمة الثالثة عظمة النفس، نفسه العظيمة. هذا البعد الحركي. انجي إلى النقطة الأخيرة وهي البعد العرفاني. عندما نقرأ الحسين في البعد العرفاني فإننا نعني بذلك دعاء عرفة. ترى دعاء عرفة يقولون عنا علماءنا أعظم موروث وصلنا من أهل البيت. وانت قاري دعاء عرفة، المضامين الروحية اللي موجودة بي تتعجب منها، فيها أنفاس النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني أنفاس أهل الكساء كلها في دعاء عرفة. وعالج الإمام عليه السلام في هذا الدعاء موضوع في غاية الأهمية، وهو نقد الذات. نقد الذات، إصلاح النفس، إصلاح الروح، من خلال عدة منطلقات. المنطلق الأول معرفة النفس. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه عرف ربه. يعني إذا عرفت أن نفسك، إيش عندك أنت؟ كل ما عندك ناقص، أنت إيش عندك؟ إذا عندك أموال أنت فقير، إذا عندك علم أنت جاهل. لا ترفع راسك على الناس، لا تتكبر على الناس، لا تتكبر على الله. إيش عندك أنت؟ الواحد فينا عسى ما يصير عنده فلسين قام يسلم بطرف أنفه، عسى ما يحصل إلى درجة علمية، لا حد يحاجيني. إيش عندك أنت؟ الإمام الحسين يقول: كل ما عندك هو من عند الله. يخاطب يقول: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ هذا المنطلق الأول، معرفة النفس. المنطلق الثاني الشعور بالغربة، في غاية الأهمية. يقول الإمام الحسين: المذنب غريب في أهله. حتى لو عندك أب، عندك أم، عندك أولاد، عندك عشيرة، الله يخليهم إليك ويحفظك إليهم إن شاء الله، بس أنت يا المذنب تقدر تحكي بذنوبك إلى أبوك أو أمك؟ أنت تستحي أساسا، وهم ما يبغون يسمعون ذنوبك. من يجرؤ أن يذيع ذنوبه؟ أنت لو تعرف ذنوبي ما جلست أمامي، ما حد يقدر يسمع ذنوب الآخر. لو تكاشفتم لما تدافنتم. هم أساسا عندهم ذنوب. إذن إلهي لمن ألجأ؟ لا أقدر أحكي ويا أبوي زوجتي أمي بذنوبي، من يسمعني؟ علماء النفس يقولون إذا ظلت مكبوتة في النفس أصيب الإنسان بأزمة زمنية وأزمة نفسية. يقول إلجأ لله عز وجل، خلك مع الله. إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني، أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومالك أمري، إليك أشكو غربتي وبعد داري. شعور بالغربة تقرأ في دعاء عرفة، يأدب هالنفس إلى أن يحط الرحال إلى مفهوم في غاية الروعة، الشعور بالخجل. خليك دائما عندك شعور بالخجل من الله عز وجل. تذنب وتمشي على أرضه وتأكل من خيراته، تنام بمنه وكرمه وتستيقظ بجوده، كل شيء عندك من عند الله. يقول: عجبت للمذنب كيف يمشي على الأرض وهو يعلم بأنها أرضه والسماء سماؤه والطعام رزقه، كل شيء من عند الله. يقول لي: أنت الذي أحسنت، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت أنت أنت، بما ألقاك بلساني هذا؟ شايف هالزخم الروحي؟ مثل الإمام الحسين عليه السلام، هالزخم الروحي، هالعملاق تتركه الأمة وتروح من خلف غيره، يخلون بروحه في كربلاء، لا ناصر لا معين، ينادي: ألا من ناصر ينصرني؟ فلا يجيبه أحد، ما إلى ملجأ لا بالمدينة لا ببيت الله الآمن، وين روح أبو علي؟ كان بالمسجد، فوصل رسول الوليد إليه، كان وياه بالمسجد. يقولون من ضمن اللي موجودين بالمسجد عبد الله بن الزبير. فإجى رسول الوليد والي المدينة أبا عبد الله الأمير يطلبك الساعة الساعة. قال: أجيبه. طلع الرسول،
التفت ابن الزبير إلى الحسين: أبا عبد الله ماذا يريد؟ قال: إن صدق ظني فقد وصلهم خبر موت معاوية بن أبي سفيان، وهم يطلبون البيعة مني خاصة، وإنت بعد مطلوب، أتذهب إليه؟ قال لي: أذهب. خايف عليك يا أبو علي؟ قال: لا تخاف علي، أنا عندي أخوة، عندي عزوة، عندي عشيرة، ما ينال مني. وأنت؟ قال: أنا أمري لله. يوم ثاني عبد الله بن الزبير اختفى من المدينة ومضى إلى مكة وبدأ نشاطه من مكة. أما الحسين فقد توجه إلى دور أولاده وإخوته، نادى عليهم: أبو فاضل، فلان، عون، جعفر، علي، قاسم. طلعوا كلهم إلى الإمام الحسين كأنهم الأقمار المضيئة من حول الشمس: ش عندك أبا عبد الله؟ لبيك. قال: إخوتي، أولادي، تسلحوا وهلموا معي. الحسين تعرف لما قال إلى إخوته: تسلحوا، خلوا أيديكم على مقابض السيوف، صارت في بيوت بني هاشم زلزلة، النساء تبكي، الأطفال، إخوانه وأولاده طلعوا من حواليه عن يمينه وعن شماله، وطلع أبو علي إلى دار الوليد. قال لهم: قفوا على الباب، فإن على الصراخ اقتحموا علينا الدار. دخل الحسين سلم، فرد عليه الوليد السلام، وكان عنده مروان ابن الحكم، سلمه الرسالة والتي فيها موت معاوية. الإمام الحسين وأهل البيت قمة الأدب استرجع: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلم الرسالة الثانية. المؤرخ يقول: كأذن الفأرة، يعني رسالة صغيرة بروحها فيها أخذ البيعة من الحسين، من ابن الزبير، خاصة من أربعة من ضمنهم الحسين. التفت إلى الحسين قال: يا وليد، أنا ابن رسول الله ولا أبايع سرا، إذا تريدني أبايع نصبح وتصبحون بالمسجد أمام الناس، أنا أعطيك رأيي. قال: خيرا أبا عبد الله. أراد الإمام أن يخرج، فوثب مروان بن الحكم قائلا: أمير، لئن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبارة، خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه، وإن أردت مرني أنا أضرب عنق الحسين. الحسين رجع إلى مروان، أخذه من أثوابه ورمى به على الأرض، قال: أتقتلني أنت أم هو؟ وصرخ الحسين: يا ويلي منك يا مروان. سمعوا بني هاشم الصرخة، اقتحموا الباب، يقدمهم قمر العشيرة، وشاف الحسين ماسك مروان. اجى ابو فاضل على راس الحسين، قال: ابو علي، مرني بعدو الله، هذا يتجرع عليك وانا بالوجود؟ سال سيف ابو فاضل، قام الحسين ترك مروان، لزم ابو فاضل، قال: اخي عباس، اغمد حسامك لك يوم تشيب منه الرضعان يا اخويا، لك يوم يا ابو فاضل. مسك ايد ابو فاضل وطلع مع اخوته واولاده. لما خرج الحسين عرف ان غير امن بالمدينه، امرهم ان يتجهزوا للرحيل، وإجي يودع قبر جده.